مين اللاعب اللي انت كنت تتمنى تلعب جنبه وقت ما كنت بتلعب كرة قدم؟ يعني كان لاعب في جيلك ما كنتش بتلعب جنبه وكنت نفسك تلعب جنبه. Un joueur qui me ressemble. هل لاعب يشبهني في طريقة أدائي؟ لا لا، لاعب كان في فريق آخر كنت تحب تلعب جنبه بس ما كانش موجود في نفس فريقك. avec lui. avec que j'aurais aimé jouer avec lui. رغبت في اللعب معه أعتقد. رونالدينهو أعتقد، أو أحدثكم بكل صراحة، بالفعل هو وقلت من قبل أن زين الدين زيدان كان أفضل لاعب في العالم، لكن أؤكد لكم أيضا رونالدينهو كان لاعب استثنائي. مين لاعب بيلعب كورة دلوقتي يشبه طريقة لعبك؟ Vous trouvez qu'il y a un joueur qui ressemble un joueur qui me ressemble لاعب يشبهني أو يشبه طريقة أدائي؟ أعتقد أنا أحبه جدا. احتمال يكون كينسلي كومان طبعا، لأنه لاعب رائع وأنا أحبه كثيرا وهو لاعب يؤدي بشكل رائع. أعتقد أنا سوف أختاره في فريقي أيضا، يجب أن نتابعه.